السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه طلبات اولى ثانوي. معكم مستر محمد شعبان، وانت على قناه فرنساوي الثانوي مع مستر محمد شعبان. لو انت اول مره تشوف القناه انصحك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ولو انت عايز تجيب الفيديوهات اللي نزلت قبل كده هتخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمه اسمها اولى ثانوي ترم ثاني 2023، هتلاقي فيها الفيديوهات بالترتيب ورا بعضها. تمام، لو انت عايز تجيب الفيديو اللي عليه الدور هتلاقي بالترتيب كده، ايه، مترقم ورا بعضه وبرقم الصفحه وكل حاجه، مش ناقصك اي حاجه ان شاء الله. النهارده يا شباب معانا مع حل تمارين الدرس الاول من الوحده الرابعه. تمام يا شباب، قبل ما نخش على حل التمارين هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه في التمارين القطع. اول قطعه عندي بتقول ايه؟ جوما بيل ماتيلد، انا اسمي ماتيلد. جي سي زو، عندي 16 سنه. جي سوي ديناميك، انا حيويه يعني نشيطه يعني. جي لي شيفو شتا، انا عندي شعر لونه شتا اللي هو البني المحمر كده. جي سوي مانس، انا رفيعه. جي تخوا كوبا، انا عندي ثلاث اصدقاء. إلسا بيل سيلين، هي اسم، هم اسمهم سيلين وتوماس واليكس. سيلين اي جورموند، سيلين تكون كثيره الاكل، اي بافارد ورغايه. توماس اي انتليجونت اي سوسيابل، توماس يكون ذكي واجتماعي. اليكس اي بوتي اي مسكلي، اليكس قصير ومفتول العضلات، عنده عضلات. طيب اول واحد، اول سؤال بيقول ايه؟ ماتيلدا انوات، ماتيلدا عندها كام سنه يا شباب؟ ماتيلدا عندها سيزو 16 سنه. نوت اي سوسيابل، مين اللي الاجتماعي في الوثيقه؟ توماس. اليكس اي نوت، اليكس يكون ايه؟ مسكلي، مفتول العضلات. رقم اربعه سيلين اي نوت، دي ماتيلدا، سيلين تقرب لماتيلدا ايه؟ صديقتها. الوثيقه الثانيه يا شباب بتقول ايه؟ جومابيل ماجد، انا اسمي ماجد. جي سي زو، عندي 16 سنه. جي كود دو لا ميوزيك، انا اسمع موسيقى. مون بير سابيل ماجدي، ابي يسمى ماجدي. الي بلون، هو يكون اشقر. ما مير سابيل نورا، امي اسمها نورا. الي غوس، هي الي غوس هي تكون اللي هي اللون لونها محمر شويه كده. مون فرير هادي، اخويا هادي. اي مسكلي، يكون مفتول العضلات. ماسير ريهام اي ديناميك، حيويه. اليم لا كتير، هي بتحب القراءة. ما جراند مير سميرة، جدتي سميرة. بخت، ترتدي ديلينيت مارون، ترتدي نظارة بنية. أول سؤال بيقول ماجد أنوات أو، ماجد عنده كام سنة يا شباب؟ عنده 16 سنة. نورا إيه نوات دو هادي؟ نورا دي بالنسبة لهادي تقرب له إيه؟ لامير، أمه. رقم ثلاثة، مين اللي بيحب القراءة؟ إيم لا كتير، ريهام. هادي ايه نوت؟ هادي يكون ايه؟ هادي يكون مثل ايه؟ مفتول العضلات. الوثيقة الثالثة يا شباب، سلو مرحبا. جوما بيل مروان، انا اسمي مروان. جابيت افيك ما فامي، انا اسكن مع عيلتي. مونبير مامير، يعني ابويا وامي. ولي بارون دي مونبير، واجدادي من ناحية والدي ابويا، يعني ابو وام ابوه. مونفير مالك، اخويا مالك. اما سير منا واختي منا. توت لا فامي ان بوتي ني، كل العيله لديها انف صغيره. مون جراند بير اي جراند، يعني جدي يكون طويل. الادلينيت نوار، هو عنده نظاره سوداء. لوي كونت، يوم العطله. جوفي شي مون انكل ماهر امينيا، انا اذهب عند عمي ماهر في المنيا. جوجو افيك مون كوزا نادر، انا بلعب مع ابن عمي اللي اسمه نادر. مروان بريزونت نوار، مروان بيقدم ايه؟ بيقدم صفامي، عيلته. السؤال الثاني يا شباب بيقول الويك اند مروان ايه شي نوت؟ مروان في الويك اند بتاعه بيعمل ايه يا شباب؟ بيكون بيكون عند مين؟ بيكون عند عمه ولا عند جده؟ في الويك اند، وبيقول لك في الويك اند يبقى عند عمه. مسيو ماهر ايه نوت دو نادر؟ مسيو ماهر ده بالنسبه لنادر يبقى له ايه؟ لونكل، عمه. منا انوات، منا لديها ايه؟ منا لديها ايه يا شباب؟ دو فرير، اتنين اخ. طيب الوثيقه الرابعه يا شباب، دون لا سال دي كلاس، في قاعه الفصل. لا بروف، المدرسه، واخد الله انها تبقى مدرسه. ليزي ليف، التلاميذ. طيب لا بروف، المدرسه بتقول ايه؟ بونجور ا توس، صباح الخير للجميع. كي اي تابسونت اوجوردوي، من يكون غائب النهارده؟ التلاميذ قالوا ايه؟ ليلى اللي تابسونت اوجوردوي، ليلى غايبه النهارده.
لابروف قالت لهم ليلى كيسي. مين ليلى دي؟ ستين نوفيل اليف اون كلاس، انها تلميذه جديده في الفصل. اليف غان ايمانس، هي تكون شقراء قمحيه ونحيفه. الالي شيفو بلون، عندها شعر طويل. اليزيون مارون، والعينين بنيه. المدرسه قالت داكور ماشي، بوركوا الي تابسونت، هي غايبه ليه؟ ايه قالت الي مالاد، هي مريضه. الا مال اوزغي، عندها الم في الاذنين. لابروف قالت بون طيب، اوفغي فو ليفغ، اكوتي، افتحوا الكتب واسمعوني. اول سؤال يا شباب بيقول ايه؟ سي بيرسون سون دا، يعني هؤلاء الاشخاص يكونوا داخل الايه؟ داخل المدرسه. ليلى ايه نوت؟ ليلى تكون ايه يا شباب؟ تكون منس، نحيفه. ليلى امال اوزغي، عندها الم في الاذنين. صح وغلط، فري او فون. ليلى اليزيون مارون، ليلى عندها عينين بنيه، فري. ليلى فابيان، ليلى كويسه ولا تعبانه؟ لا ده تعبانه. لا بروفيسير دي ليلى اي تابسونت اوجوردي، المدرسه غايبه؟ طبعا غلط، ده ليلى هي اللي غايبه. طيب كده خلصنا القطع يا شباب، نخش على المواقف. اول موقف بيقول يا شباب بورد كرير تون جراند بير، كيسكو تو دي، لكي تصف جدك ماذا انت تقول؟ عايز نوصفه، اما نوصف هنقول ايه؟ اليمانس هو نحيف، وليسي بير ديناميك هو حيوي جدا، تمام، لكن مش هقول هو عنده 60 سنه كده، مش بوصفه. طيب تو انديك لا تاي دين بخسون، انت تبين او توضح. لا تاي ده اللي هو المقاس او الطول، طول شخص. كيسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ اللي بوتي هو قصير، بوتي تي دي يعني صغير وقصير، لها معنيين. وهتقول اللي ايبير جروند، هو ايبير جروند اللي هو طويل جدا. رقم ثلاثة يا شباب تنكو بقى لدوا بلو، صديقك لديه الصوابع زرقاء، يعني صوابع ايدي زرقاء. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ انا عندي 5 صوابع في كل يد. لا مش هتنفع. لا تخيف اخوا، هو بردان جدا. هي دي الاجابه الصح. السي سون دو فخوا، هو يشعر بالبرد، برضه هي دي صح. تمام. جيكري افيك لا ماندر، انا اكتب باليد اليمنى، انا عندي الم في القدمين. لا ما ينفعش، يبقى هي السي و اي. رقم 4 تونامي امال اوني، صديقك عنده الم في الانف. كيسكيل دي، ماذا هو يقول؟ هيقول جي سون دي فيسيلمون، انا اشم. سون دي يعني اشم، سون سون، انا بشم بصعوبه، دي فيسيلمون يعني بصعوبه، و جنبو باسونتير يعني انا لا استطيع ان اشم، لكن دي انا لا استطيع ان امشي، ودي لا اسمع، ودي لا العب. 5 تاكو بين اكري افيك لا مين جوش، صديقتك تكتب باليد اليسرى. كيسكو تو دي، ماذا انت تقولي؟ الي جوشير، هي شمالويه، بتكتب باليد الشمال يعني. و الاتليز لا مانجوش بوركرير، هي بتستخدم اليد اليسرى للكتابه. رقم 6 يا شباب تنبوبا مخشي، انت لا تستطيع ان تمشي. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ هتقول اولا لا ما مبيي، يا الهي قدماي بتوجعني يعني. وشي مال اوبيي، انا عندي الم في القدمين، انا اذهب الى المدرسه بالقدمين، انا ما بحبش المشي، انا بحب المشي. تمام. طبعا هنا بيقول لك انت لا تستطيع ان تمشي، فهتقول له يا رجلي، وهتقول له عندي الم في رجلي. رقم 7 تدقي لزيودين بيرسون، انت بتبص للعيون بتاعت شخص، ماذا انت تقول؟ السون غران اي بلو، هي تكون كبيره وزرقاء. وايه تاني؟ الاليز يوفر، هو عنده عينين خضراء. رقم 8 تدقي، انت بتوصف تونامي اتي بارونت، انت بتوصف صديقك الى والديك. كيسكو تو دي، ماذا انت تقول؟ توصف مين؟ صديقك. هتقول الانكور فورت، هو عنده جسم قوي. اللي مسك ليه، هو يكون مفتول العضلات. اللي مانس ابغى، هو نحيف وقمحي. رقم 9 تو اكسبريم توني التافيزيك، انت اكسبريم تعبر عن التافيزيك، حالتك البدنيه. ايطا يعني حاله، وفيزيك يعني بدنيه. ماذا انت تقول؟ هتقول جيمال ألم، عندي ألم في الرأس. وهتقول إيه تاني؟ جسوي جومي سون مالاد، أنا أشعر بالمرض. اللي هي دي، يبقى عندي دي ودي. طيب رقم 10 يا شباب بتقول ايه؟ تامير تو دوموند بوركوا تو نيمونج با، والدتك بتسألك لماذا انت لا تأكل. تمام، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ جمال اوفونتر، انا عندي الم في المعده او في البطن.
وشيء دولير الاستما عند الم في المعده. رقم 11 يا شباب، تؤمل ودو، انت عندك الم في الاسنان، كيسكو تدي، ماذا انت تقول؟ هتقول جوفي انا اذهب شيلو دنتيست عند الطبيب، وهتقول جومبيبا مونجي انا لا استطيع ان اكل. بعد كده يا شباب اسئله القواعد، اول سؤال في القواعد بيقول ايه يا شباب؟ هنا كلمه اي دي يعني بيتوجع، نوع جومب، جومب يعني ساق، وهي كلمه مفرد مؤنث، عايز اخد لها حاجه مفرد مؤنث من اللي تحت، ما جومب ساقي. رقم اتنين بغا، كلمه بغا يعني زراعه، وهي كلمه مفرد مذكر، تاخد لو، لوبرا الزراع، اتين باختي ديكور يكون جزء من الجسم. رقم ثلاثة فخون، اتين باختي دي لاتيت، لو فخون اللي هي الجبهة أو الوجهة، كلمة مذكر هتاخد لو، الجبهة تكون جزء من الرأس. رقم أربعة أي نوات كو، كلمة كو معناها رقبة، وهي كلمة مذكر تاخد من، من كو يعني رقبتي. رقم خمسة اون ايكوت افيك نوت اوغي، نحن نسمع بالاذنين، كلمة الاذنين كلمة جمع تاخد ال او اس. رقم ستة مونك بقى، مونونكل ايشوف عم يكون اصلع، النابا نوت شيفو هو ليس لديه شعر. حلو، هنا عند الجملة منفية، فيرب افوار منفي، تمام، يبقى ناخد دي او، كان يعني المفروض لو هي مش منفي اخد دي او اس، لكن الدي او اس مع فيرب افوار المنفي بتاخد دي او. المجموعة الثانية مون بير امال نو دو، والدي لديه ألم في الظهر، كلمة دو معناها ظهر وهي مفرد مذكر، هتاخد أو مع أفوار مال. كل التمارين اللي جاي ده كله على مصطلح أفوار مال، تمام. طيب جي مال نو تيت، كلمة تيت مؤنث هتاخد ألا، جي مال نو فونتر، فونتر مذكر هتاخد أيو، إي لا مال نو دوا، دوا دي جمع يعني أصابع هتاخد أو إكس، جي مال نو مان دروات، كلمة ما دروات يعني اليد اليمنى مفرد مؤنث تاخد الله. ستة جوفيشي لو دنتست، أنا أذهب عند طبيب الأسنان، جي مال نو دو عندي ألم في الأسنان، كلمة جمع تاخد أ أو إكس. رقم سبعة ما سير ريجارد بكولا تي في، أختي تشاهد كثيرا التلفزيون، إل أ مال نو يو هي عندها ألم في العينين، كلمة جمع تاخد أ أو إكس. المجموعة الثالثة ما طنط ايه نقط، عمتي تكون ايه مفرد مؤنث، يبقى اخد بلوند. ما جراند مير جدتي الي شيفو نقط، لديها شعر ايه، كلمة شعر جمع مذكر يعني انا عايز صفة جمع مذكر، بلون ابيض، كلمة شيفو جمع مذكر تاخد صفة بلون ابيض جمع مذكر. رقم ثلاثة بيير اي سون فرير سون نقط، بيير واخوه يعني اتنين مع بعض مذكر بيساوي الضمير الى إيه فيك اس، عايز اخد صفه جمع مذكر هتبقى مانس، كلمه مانس في المذكر المفرد بتنتهي بحرف اي من اصلها، فبتنفع مذكر وبتنفع مؤنث، وهنا حطينا لها اس فتنفع جمع مؤنث وجمع مذكر. رقم اربعه يا شباب توتلا فامي الونين نقط، كل العيله لديها انف ايه، كلمه انف مفرد مذكر عايز لها صفه مفرد مذكر، عندي كلمة لونج دي مفرد مذكر ودي مؤنث ودي جامع ودي جامع معناها طويلة. لا كولير دو ميزيو ايه نقط، اللون بتاع عينيا يكون ايه، انا عايز اوصف هنا كلمة ايه اللون، احنا قلنا قبل كده لما يكون عندي كلمتين ورا بعض باخد ال بتعامل مع الاسم الاولاني، كلمتين ورا بعض بينهم حرف الدو ده بتعامل مع الاسم الاولاني، لون عيني يكون نقط، هاخد على اللون مفرد مؤنث، هنزل اشوف المفرد المؤنث هلاقي عندي كلمة مارون، كلمة مارون بتمشي معايا في جميع الأحوال، تمام. رقم ستة بيير اتيو سون نوت، بيير وتيو ولدين يكونوا جمع مذكر يبقى مسكين مفتولين العضلات. ست في مفرد مؤنث ايه جروس، سمينة جروس مفرد مؤنث وجرو ديت مفرد مذكر. رقم تمانية ليزيو العينين دي ماتانت عيني عمتي، يبقى انا هاخد ايه عندي دو هي تبقى اتعامل مع اللي قبلها جامع ومذكر يبقى اخد صفه جامع ومذكر فين اهي. سونامي ايه صديقتي تكون ايه، طبعا هنا واخده سن عشان هي بتبدا بحرف متحرك، المفرد المؤنث الذي يبدا بحرف متحرك يعامل معامله المذكر في صفات الملكيه عشان كده واخده سن. طيب يبقى هي مفرد مؤنث يبقى انا عايز اخد صفه مفرد مؤنث يبقى سوريونت، صديقتي تكون مبتسمه. رقم عشرة ليكوزا دي مونا اي سون،
لا يا عم منى، في هنا دو اتعامل مع اللي قبلها، جمع مذكر يبقى عايزين صفه جمع مذكر. لوكوبادو لارا، صديق لارا، برضو في دو اتعامل مع اللي قبلها، صديق لارا يكون مفرد مذكر يبقى الاولانيه. المجموعه الرابعه، ميكو باسو نوت، اصدقائي يكونوا، كلمه اصدقائي هنا جمع مذكر يبقى اختار ميس كلي بتاعت الجمع المذكر مفتولين العضلات. الي مفرد مذكر يبقى ماجر، نحيف هي الوحيده اللي مفرد مذكر ينتهي بحرف او لكن الباقي مؤنث. ماري اكري افيك لا مانجوش، ماري تكتب باليد اليسرى، الي جوشير هي تكون يساريه مفرد مؤنث. طيب رقم أربعة، مون جراند بير ايه، جدي يكون مفرد مذكر يبقى ديناميك هي اللي بتمشي مؤنث ومذكر. مون بروفيسير ايه نوت، مدرسي يكون مفرد مذكر يبقى جرو. مي في سو مفرد جامع مؤنث يبقى بروس. لوفرير دي نانسي ايه، اخو نانسي يكون، اخو نانسي مفرد مذكر يبقى برا. ليزامي دي فادي، صديقات فادي ديت جامع مؤنث يبقى انا عايز اختار صفه جامع مؤنث تبقى جونتي لطيفات. رقم تسعة يا شباب، لوبير دي نوها ايه، ابو نوها يكون مفرد مذكر يبقى انتليجون ذكي. رقم 10 يا شباب، لامير دي جون ايه، ام جون تكون مفرد مؤنث سريونت مبتسمه. لجو دي بيبي سون نوت، خدود البيبي تكون ايه، كلمه خدود جمع مؤنث عايز لها صفه جمع مؤنث تبقى روج حمراء. المجموعه الخامسه، سي صوتك ليه، هذه تكون مفاتيحك. نو ال سونت ان نوت، لا هي تكون الى مين. طبعا هنا عندي اتر اس اون ده اللي هو فيرب اتر اللي معناه يكون وجاي بعده حرف الجر تمام، يبقى انا هاخد ضمير توكيد يا شباب تكون الى كذا، اليه الي الي كده يعني. طيب اترى وضمير توكيد، طب انا عايز اخد ضمير توكيد هنا بعد حرف الجر، لو جايب لي في الاختيارات ضمار يبقى لازم الضمير اللي هيجي بعد حرف الجر يكون ضمير توكيد. طيب ضمير التوكيد مين في دول يا شباب، ضمائر التوكيد دي مش ضمير توكيد تمام، دي ضمير شخصي. التلاتة التانيين دول ضمير توكيد ماشي. اشوف بقى المعنى، هذه مفاتيحك، قال له لا انها مفاتيحه ولا مفاتيحي، ما هو قال له لا يبقى مش هيقول له مفاتيح يبقى دي مش هتنفع، انها ايه مفاتيحه تكون بتاعته هو تمام، مش هينفع اقول بتاعتنا لانه قال له لا. رقم اتنين، اون اوتيليز ليبيين نقط، نحن نستخدم الاقدام للمشي بور مارشين. النابان نقط لكي نمشي يعني، النابان نقط لنيت هي ليس لديها نظارة، هنا كلمة نظارة جمع المفروض تاخد دي او اس لكن هنا فيرب افوار منفي فبتاخد دي او. رقم اربعة، اون نوت افيك لا لونج، نحن ايه باللسان، نحن نتذوق، اون جود نتذوق. رقم خمسة، جيكري لا مان دغوات، انا اكتب باليد اليمنى افيك. النوت لي شيفو نوار، هو ايه الشعر الاسود، هو لديه ال فيرب افوار يعني لديه. رقم سبعة، اون نوت مال اودون، نحن ايه الم في الاسنان، مع الاون بنصرف الفعل اللي هيجي هنا زي الضمير ال اللي هو ده تمام، زي اون بتساوي ال من ناحيه تصريف الفعل. طيب احنا قلنا ال يبقى اون برضه هتاخد افوار مال، لديه الم اصرف افوار مع الاون هياخد زي ال بالظبط. رقم ستة، تاكو بين ايه، تاكو بين يعني صديقتك تكون ايه، طبعا عندي فيرب اتر هناخد ايه تكون كيف اوصفها لي يعني، كومو كومو زائد فيرب اتر بتسأل عن الوصف. افيك نوت ما تو اكري، باي يد انت تكتب، عايزين نقول باي يد تمام، افيك يعني بي او مع ماشي. طيب هنا كلمه ما مفرد مؤنث هتاخد كل. تو امل نوت، انت عندك الم فين اين. تفشل لو ميديسا، انت تذهب الى الطبيب هقول له اين ولا من ولا ماذا ولا لماذا، لماذا انت تذهب الى الطبيب. رقم خمسة، دوا اونا الاما، اصابع احنا لدينا في اليد، هنقول ايه كم عدد الاصابع، كومبيان دو كومبيان دو بوا. ستة، لوني سي نوت، الانف تكون ماذا، كوا سي كوا تكون ايه. بارتي دو كور اون ايتوليز بور اكرير، جزء من الجسم نحن نستخدم لكي نكتب، يعني بقى ايه كلمة بارتي دي مفرد مؤنث هتاخد كل، كل بارتي اي جزء من الجسم نحن نستخدم لكي نكتب.
رقم 8 تو فاشي لودنتست، انت تذهب عند طبيب الاسنان، هنقول له ايه؟ مع من ولا من ولا ماذا ولا ممن؟ مع من انت تذهب؟ بعد كده يا شباب اسئله المقالي، اول سؤال في المقالي بيقول كيل بروفيسير تو ايم، اي مدرس انت تحب؟ كومو ال سابيل، ما اسمه؟ هقول جيم لبروف دو فرانسي، انا بحب مدرس الفرنساوي. اسمه ايه؟ هقول ال سابيل مسيو محمد شعبان طبعا. طيب تاني سؤال بيقول كومو اي تومبير، كيف يكون والدك؟ الى كيلاج، وعنده كام سنه؟ هقول مون بير اي جراند، ابويا يكون طويل. الى سان كونتو، هو عنده 50 سنة. وفي الآخر هقول له اوريفوار. بعد كده يا شباب سؤال الموضوع بيقول لك ديكري تون امي، اوصف صديقك، ومديك فيرب اتر يعني يكون، ويو يعني العينين. باردي دونكو بادو ليسي، تكلم عن صديقك في المدرسة، مديك كلمة بلون وكلمة كاسكيت. تمام، وهنزل لك إجابة واحد فيهم، وهما الاتنين هيكونوا إجابة واحدة، أنا هدخل لك الاتنين في بعض هينفعوا إجابة واحدة للاتنين إن شاء الله. طيب بعد كده عندي خاص بطلاب المعاهد الأزهرية الترتيب، عملناه قبل كده كتير، بنبدأ بالكلمة اللي بتبدأ بمتحرك، هنجاوب كده مثلا أول واحد لو فرير دو مارتان اي بوتي. تمام، أخو مارتان يكون قصير، وقيس بقى على كده كله. بكده يا شباب نكون خلصنا حل تمارين الدرس الأول من الوحدة الرابعة، أتمنى يا شباب إن تكونوا بتستفيدوا من الحاجات اللي أنا بقدمها لكم، ولو بتستفيدوا لا تبخلوا أن تضعوا لايك للفيديو وتشير لكل أصحابكم عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وأكثروا من الصلاة على سيدنا محمد في التعليقات إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.